بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدرس مساعد دكتور طالب هذه لاحز كلية جامعة الأنبار، كلية العلوم الإسلامية، قسم التفسير وعلوم القرآن. موضوع المحاضرة علوم القرآن وتاريخ التأليف فيه، المرحلة الأولى. نتكلم اليوم عن القرآن الكريم وعلومه وتاريخ التأليف فيه. علوم القرآن، ماذا تعني علوم القرآن؟ تعني عبارة علوم القرآن هي المباحث والدراسات التي كتبت حول القرآن الكريم، وهي تتناول أربعة موضوعات أساسية، اللي هي أولاً مصدر القرآن الكريم وكيفية إنزاله وتلقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم له. اثنين، كتابة القرآن وجمعه ونسخه في المصاحف. ثالثا أو نقطة ثالثة، تلاوة القرآن وقراءاته. الموضوع الرابع أو النقطة الرابعة هي تفسير القرآن وكيفية فهم آياته. لذلك يتألف كل موضوع من هذه المواضيع مجملها من عدد من الباحث، كل موضوع من هذه المواضيع اللي تكلمنا عنها الآن يتألف من عدد من الباحث التي يتكون من مجموعها ما يعرف بعلوم القرآن. لذلك يتصل بعلوم القرآن أيضا المباحث المتعلقة بفضائل القرآن والدراسات التي تبحث في وجوه إعجازه. ترتبط نشأة علوم القرآن ببدء نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من وقت بدأ النزول أو نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت مرحلة أو تثبيت علوم القرآن. لذلك نقول ترتبط نشأة علوم القرآن ببدء نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتلاوته على الناس وأمره أصحابه بكتابته، وتطورت تلك النشأة مع تطور الحياة العلمية والثقافية إلى مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة البحث العلمي المنهجي المدون. ويمكن أن ندرس نشأة علوم القرآن وتطورها من خلال المراحل الأربعة الآتية. عندنا المرحلة الأولى هي علوم القرآن قبل عصر تدوين العلوم. عندنا أربع مراحل. المرحلة الأولى علوم القرآن قبل عصر تدوين العلوم، علوم القرآن في عصر تدوين العلوم، علوم القرآن في مرحلة المؤلفات الجامعة، علوم القرآن في العصر الحديث. اليوم نتكلم عن مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة علوم القرآن قبل عصر تدوين العلوم. يمكن للدارس أو الباحث أن يجد بدايات علوم القرآن في عصر النبوة. يمكن للباحث أن يجد بدايات علوم القرآن في عصر النبوة متمثلة بالملاحظات والأحاديث التي تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتصلة بالقرآن الكريم عندما كانوا يسألونه: يا رسول الله كيف تلقيت القرآن؟ يا رسول الله، يا رسول الله كيف نزل عليك القرآن؟ فمن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية تلقيه القرآن بدأت المباحث المتعلقة بنزول القرآن. ومن قراءاته أو قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن على أصحابه وحثهم على تلاوته وحفظه نشأت عندنا المباحث الخاصة بالقراءات القرآنية. ومن أمره أيضا كتاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه، لأن الوحي عندما كان ينزل على النبي بعد أن
يعيه ويحفظه، يرسل إلى الصحابة من كتاب الوحي أنه نزل علي الوحي، علي الوحي، اكتبوا لي ما نزل علي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكتابة عندما كان يأمر كتاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه من القرآن. تأكدت لنا سنة كتابة القرآن وجمعه في الصحف. بعد ذلك نشأت من ذلك المباحث المتعلقة بكتابته ورسمه ومن بيانه صلى الله عليه وسلم لمعنى بعض عدد من الآيات أو بعض الآيات والكلمات القرآنية التي كانت تشكل، أو حينما أشكلت على أشكل فهمها على بعض الصحابة، نشأت المباحث المتعلقة بفهم القرآن وتفسيره. لذلك تجمعت تلك الملاحظات لدى علماء الصحابة واختزلتها ذاكرتهم ونقلوها، ذاكرتهم ونقلوها إلى تلامذتهم من بعدهم من التابعين، لكنهم لم يكونوا قد دونوها أو كتبوها، لم تكن مدونة تدوينا منتظما أو منظما، لأن العلوم لم تكن قد دونت في عصرهم. وكان القرآن هو أول كتاب مدون عرفته الأمة الإسلامية، وكانوا حريصين في ذلك الوقت أن لا يظهر بجانبه كتاب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. إذن كان أول كتاب مدون القرآن الكريم، أول كتاب مدون عرفته الأمة، وكانوا حريصين أن لا يظهر بجانبه كتاب آخر، لكن الضرورة أملت على علماء الأمة من التابعين وتابعهم تدوين العلوم، وكان نصيب علوم القرآن من جهودهم كبيرا جدا، لأن الضرورة أملت على علماء الأمة أن يكتبوه بعد أن توسعت الفتوحات وأصبحت معارك هناك وسقط فيها من سقط من الصحابة حفاظ القرآن خصوصا والعلماء منهم. فلذلك الضرورة أملت على علماء الأمة من التابعين وتابعهم تدوين العلوم، وكان نصيب علوم القرآن من جهودهم كبيرا جدا. المرحلة الثانية اللي نأتي عليها اليوم هي علوم القرآن في عصر التدوين، علوم القرآن في عصر التدوين. يمكننا أن ندرس تدوين، أو أن نقول تدوين علوم اللغة العربية وعلوم القرآن وغيرها، قد بدأ في أواخر القرن الأول الهجري ومطلع القرن الثاني، أي بداية القرن الثاني الهجري، وأن القرن الثاني لم ينتهي أو لم ينقضي إلا ومعظم العلوم قد دونت وكتبت وظهرت فيها المؤلفات. ومن أوائل الكتب التي كتبت أو ألفت في علوم القرآن هو كتاب التفسير لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، المتوفي سنة 68 هجرية، والذي رواه من بعده تلميذه مجاهد بن جبر المكي، المتوفي 104 هجرية، ومنها كتاب هجاء رسم المصحف أو المصاحف لعبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي، المتوفي 118 هجرية، وكتاب قراءة أبي عمر بن العلاء الداني، المتوفي 154 هجرية. ثم تتابع التأليف واستمر وكثر في علوم القرآن، ويقدم لنا ابن النديم صورة واضحة في كتابه الفهرست عن حركة التأليف في علوم القرآن حتى سنة 377 هجرية، وهي سنة تأليفه للكتاب، حيث ذكر أكثر من 250 كتابا في موضوعات متفرقة أو موضوعات مختلفة متعددة.
ومن علوم القرآن في موضوعات مختلفة متعددة في علوم القرآن أو من علوم القرآن، نشير إلى أهمها أو نذكر أهمها. أولا الكتب المؤلفة في تفسير القرآن ذكرنا منها 14 كتابا، والكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ذكرنا 25 كتاب، والكتب المؤلفة في غريب القرآن ذكرنا 14 كتاب، والكتب المؤلفة في القراءات ذكرنا 22 كتابا، والكتب المؤلفة في الوقف والابتداء ذكرنا 12 كتاب، والكتب المؤلفة في متشابه القرآن ذكرنا 10 كتب، والكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه ذكرنا 18 كتاب، والكتب المؤلفة في أحكام القرآن ذكرنا 11 كتاب. تتميز هذه المرحلة بأن لكل علم من علوم القرآن كتبا خاصة به، أي كتاب يختص به مثلا الناسخ والمنسوخ، كتاب يختص مثلا بتفسير القرآن، كتاب يختص مثلا بفضائل القرآن، كتاب يختص مثلا بالوقف والابتداء. إذن تتميز هذه المرحلة بأن لكل علم من علوم القرآن كتبا خاصة به، فالكتاب الواحد لا يتناول إلا مباحث علم واحد من هذه العلوم، فلم تكن المؤلفات الجامعة قد ظهرت بعد لأنها لم تكن ظاهرة. مرحلة الثالثة هي مرحلة المؤلفات الجامعة، مرحلة المؤلفات الجامعة، لقد اهتم العلماء بعلوم القرآن وبالمؤلفات الجامعة، حيث خصص ابن النديم الفن الثالث من المقالة الأولى من كتابه الفهرست، خصصها لعلوم القرآن. ابن النديم خصص الفن الثالث من المقالة الأولى من كتابه الفهرست، خصصها لعلوم القرآن، وقال في بدايتها أو في مطلعها: الفن الثالث في نعت القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذكر أنه تنزيل من حكيم عليم أو حكيم حميد، وذكر أسماء الكتب المصنفة في علومه وأخبار القراء، وذكر أسماء الكتب المصنف في علومه وأخبار القراء وأسماء رواتهم. هذا وين؟ يذكر في كتاب الفهرست صفحة 36 لابن النديم. ما فعله ابن النديم اليوم في هذا المكان يمثل اتجاه جديدا للتأليف في علوم القرآن، يتمثل بجمع خلاصة لعلوم القرآن كافة، يتمثل في جمع خلاصة لعلوم القرآن كافة في مكان واحد، بعد أن كانت كتب علوم القرآن يختص كل منها بمباحث علم واحد. وأشهر الكتب التي اتبعت هذا المنهج هو كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن تأليف ابن الجوزي، اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المتوفي سنة 597 هجرية، جزء منه حققه الدكتور رشيد العبيدي في جامعة بغداد. ثانيا جمال القراء وكمال القراء تأليف علم الدين السخاوي، اللي هو أبو الحسن علي بن محمد عبد الصمد المتوفي سنة 643 هجرية، حققه علي حسين البوار، حققه الدكتور علي حسين البوار. ثالثا المرشد الوجيز، المرشد الوجيز لعلوم تتعلق بالقرآن، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شام المقدسي، اللي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفي سنة 665 هجرية، جزء واحد حققه
ديار آتي قوالات. أربعة، البرهان في علوم القرآن، تأليف الإمام بدر الدين الزركشي محمد بن عبد الله المتوفي 794 هجرية، حققه محمد أبو الفضل، محمد إبراهيم أبو الفضل. الإتقان في علوم القرآن ألفه جلال الدين السيوطي اللي هو عبد الرحمن بن أبو بكر المتوفي 911 هجرية، حققه أبو الفضل أيضا. وكتاب الإتقان هو أكبر كتاب في علوم القرآن، كتاب الإتقان هو أكبر كتاب في علوم القرآن. جمع فيه السيوطي ما يقارب من خلاصة لثمانين مبحثا، جمع فيه السيوطي خلاصة ثمانين مبحثا من باحث علوم القرآن، استخلصها من المؤلفات السابقة له، وكان هذا الكتاب خاتمة المؤلفات الجامعة في العصور المتقدمة. اليوم عندنا المرحلة الرابعة هي علوم القرآن في العصر الحديث، علوم القرآن في العصر الحديث. عاد العلماء إلى التأليف، أو رجع العلماء، أو نقول ابتدأ العلماء مرة أخرى في التأليف في علوم القرآن في العصر الحديث، وتنوعت اتجاهاتهم في التأليف كثيرا جدا. فمنهم من اتبع منهج المؤلفات الجامعة مثل الشيخ طاهر الجزائري المتوفي سنة 1920 ميلادية في كتابه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، والذي اختصر فيه بعض مباحث الإتقان، الذي اختصر فيه بعض مباحث كتاب الإتقان للسيوطي. وأيضا الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني المتوفي عام 1948 ميلادية في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن. واتجه هذا الاتجاه أو نحى هذا المنحى الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث علوم القرآن. وأيضا عندنا محاضرات في علم القرآن للدكتور غانم قدوري الحمد، وهؤلاء منهم كثير كثير في التأليف. أيضا منهم من ألف في علم واحد في علم القرآن، أو قضية من قضايا القرآن، أو جزئية من جزئيات القرآن، مثل كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، وكتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز السوري، وكتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد، وكتاب الإعجاز البياني للقرآن للدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطبية، وكتاب التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم للدكتور الأستاذ حنفي أحمد، وغيرهما كثيرا أيضا جدا. بعد ذلك كان المستشرقين دور في الدراسات الحديثة عن القرآن وعلومه، لكن أكثر تلك الدراسات كانت تنطلق من نظرة يشوبها أو يتداخل معها التعصب، أو نقول يشوبها التعصب. هذا مذكور في الظاهرة القرآنية، في كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. وأشهر ما كتبوه المستشرقين هو كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني تيودور نولدكة، الذي صدر طبعته الأولى عام 1960 ميلادية، والذي قال عنه المستشرق أثر جيفري، وهو الآن أساس كل بحث في علوم القرآن في أوروبا. وكتاب مذاهب التفسير
الإسلام كذا كتاب مذهب التفسير الإسلامي المستشرق المجر الأصل جولد تسهير، جولد تسهير المتوفي 1920 ميلادية. وكتاب القرآن من ناحية نزوله تدوينه جمعه وتأثيره للمستشرق الفرنسي بلاشير، المستشرق الفرنسي بلاشير هذا الكتاب ترجم إلى العربية. ومن الكتب التي كتبها باحث أيضا الباحثين الغربيين، الكتب التي كتبها باحث غربي واتسمت بالموضوعية إلى حد كبير، هو كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم للكاتب الفرنسي موريس بوكاي. ترجم هذا الكتاب إلى العربية، والذي أراد في من خلال هذا الكتاب أو في هذا الكتاب اختبار الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة، والذي ختمه بقوله يقول: وبالنظر إلى حال المعارف في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نفهم أن كثير من هذه الأخبار القرآنية التي لها سمة علمية يمكن أن تكون عمل إنسان. لذلك فإن المشروع ليس بأن يعتبر القرآن تعبيرا لوحي فقط، والقرآن مو تعبير لوحي فقط، بل بأن يعطي هذا القرآن مركزا ممتازا لما يتمتع به من الإصالة الفريدة أو الغريبة، ولوجود أخبار فيه كتحدي للتفسير الإنساني. لذلك نقول أن التأليف في هذا العلم في اتجاهيه الخاص والعام لم ينقطع منذ بدئه إلى زماننا اليوم، وهو يعكس مقدار العناية من قبل المسلمين أو عناية الأمة بالقرآن الكريم، والحاجة الدائمة إلى مؤلفات توضح تاريخ النص القرآني وتكشف عن وجوه إعجازه وتبين ما يتضمنه من الحكمة ومعالم الهداية التي تريدها أو تطلع إليها البشرية والمسلمين أفرادا وجماعات في جميع العصور. انتهت المحاضرة، شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله.